أهلاً وسهلاً. فيديو اليوم راح نتعلم خطوة بخطوة كيف نصمم ونبني قطعة من الأثاث باستخدام برنامج الريفت، ريفت Parametric Furniture Family. الريفت بينزل معه أوتوماتيك مكتبة فيها عدد لا بأس به من الأثاث، وعلى الإنترنت في مواقع كثير ممكن تحمل منها وبعضها مجاني، لكن من المهم أنه نتعلم كيف نصمم ونبني مكتبة الأثاث الخاصة فينا. الدرس اليوم اخترت هذا المقسم برفوف التخزين. الفيديو بيكون متقسم لثلاثة أجزاء. الجزء الأول بنجهز الفريمورك اللي بنشتغل عليه، الجزء الثاني الموديلينج، وفي الأخير الماتيريال ونحمله على المشروع. الخطوة الأولى نشغل الريفت، ومن قائمة فاميليز نختار نيو، وبعدها نختار الماتريك فرنيتشر اللي هي ماتريك فرنيتشر فاميلي تمبلت. من المهم أنه نختار نتأكد من اختيار التمبلت الصحيح للفاميلي اللي حابين نشتغل عليها، وهذه هي الفاميلي انفايرومنت في برنامج الريفت. بعدها على الكيبورد نضغط WT اللي هي اختصار الويندو تايلز، بعدها ZA اللي هي زوم اول، وبرضو UN نغير البروجكت يونت من اللينث من المليمتر للسنتيمتر ونضغط على اوكي. من المهم أنه نشتغل باستخدام الشورت كوتس لأنها راح توفر علينا كثير من الوقت والجهد، ولهذا السبب جهز لكم ملف PDF مجاني فيه أهم الاختصارات اللي نحتاجها أثناء استخدام البرنامج. بترك لكم رابط التحميل في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو، وقبل لا نبدأ نحفظ الملف في المكان المناسب لنا. من قائمة Create نختار Reference Plane، أو بكل بساطة نضغط على الكيبورد RP. نبدأ نرسم Reference Plane للأرفف. نحتاج لكل رف 2 Reference Planes علشان نتحكم في السماكة. باستخدام الـ Align Dimension Tool أو نضغط على الكيبورد DI نختار كل 2 Reference Plane ونسكر القفل ونعيده، بنعيد نفس الخطوات لكل الأرفف. باستخدام Control نختار كل الـ Dimensions، وبن Create Parameter نتركه على الـ Family Parameter ونسميه Shelf Thickness. ونضغط على OK. الآن من الـ Properties في الـ Family Type بيكون عندنا Shelf Thickness انضافت كقيمة، نغير القيمة من 4 إلى 3 سنتيمتر. أوكي. الآن نحتاج نضيف Parameter يتحكم في الـ Overall Height، فنحتاج نضيف Dimensions بين الأرفف علشان تكون المسافات متساوية. نضغط على الكيبورد DI أو نروح للـ Dimensions. نضغط على الـ EQ علشان تكون المسافات بينها متساوية. نروح مرة ثانية
بالتاب ناخذ من البيس للتوب، بعدها نحدد على الدايمنشن ونروح لل create parameter، وهذا بيكون التوتال هايت. نختار اوكي. بعدها الشلب ثيكنس تغيرت عندنا، بس نروح بنفس الطريقه من الفاميلي تايب نغيرها لثلاثه ونضغط اوكي. والان من قائمه كرييت نحتاج نحدد الوركينج بلين اللي نبغى نشتغل عليه، فنروح لكرييت سيت ونختار ريفرنس ليفل، ريفرنس ليفل اوكي. باستخدام الرفرنس بلين من create reference plane or RP على الكيبورد نرسم two reference plane للتحكم باللينكث، two reference plane للتحكم في الويد. بعدها DI للdimension تكون equal، وبعدها overall dimension. Equal و overall dimension. بعدها نختار ال dimension ونروح ل create parameter، وهنا total width okay. اختار ال dimension لل depth، نروح create parameter قبل نكمل. من الأفضل إنه نروح لقائمة الـ Properties Family Types ونختبرها، نغير القيم ونختار Apply علشان نتأكد إنه Reference Plane Framework يتغير بالطريقة المطلوبة. فنروح للـ Total Height مثلاً، نجرب 200، نحط Apply، بيتغير معنا بطريقة صحيحة. Cancel Control Z للـ Properties، نبغى الـ Total Width يكون 150 والدبث 29 وأوكي ونسوي سيف. Next step بنسمي الreference plane، إما نسميها من قائمة الـ properties نحدد عليه، ومن قائمة الـ properties يطلع لنا الاسم ونسميه من هنا من الـ name، أو إنه we click on it من هنا click to name ونضيف الـ name. Base underside وهنا ممكن نسويها بالطريقة الثانية base top side. نكرر نفس العملية لكل الـ reference planes. بعد كذا we need to activate the floor plan by clicking on it. بعدها نروح من قائمة create set، نختار reference plane اللي نبغى نشتغل عليه وهو base underside ونختار okay. بعدها نختار extrusion ومن المستطيل rectangle نرسم على الحواف reference planes، نقفل كل ال four locks ونضغط OK. من الـ Elevation نتحكم في الارتفاع أو الـ Thickness، برضو نقفله، فهي عندنا ثلاثة نفس الـ Reference Plane اللي إحنا حددناها من البداية، ونعيد نفس الخطوات لكل الأرفف. Create Set
وبكذا لو ضغطنا Z-A على الكيبورد Zoom All بتكون بدأت تبان معانا الأرفف. نحتاج الحين نرسم الـ Horizontal والـ Vertical Dividers، وبكذا بنطبق نفس المفهوم بشكل أساسي. نروح للـ Front Elevation ونروح لقائمة Create Reference Plane، أو زي ما تعلمنا نختار أن نضغط على الـ RP على الكيبورد. الحين نستخدم الدايمنشن DI، نحدد كل تو ريفرنس بلين، نسكر اللوك DI، نحدد على الدايمنشن باستخدام الكنترول، ومن الدروب داون منيو نستخدم الشلف ثيكنس. أوكي، والحين من البلان نروح لكرييت سيت، نختار البيس التوب بيس توب سايد. أوكي، وباستخدام الإكستروجن والريكتانجل نرسم حوالينها، نقفل كل الفور لوكس. ونضغط على أوكي. بعدها من الـ Elevation نغير الارتفاع، نسوي له Lock، ونرجع على الـ Plan View، ومن Create Set نعيد كل الـ Dividers نفس الخطوات. وبكذا نكون خلصنا من الـ Vertical Dividers، والحين نبغى نرسم الـ Horizontal Dividers. نروح للـ Floor Plan، Create Reference Plane. باستخدام الـ Dimension Equal، نحدد الـ Dimension، من الـ Drop Down Menu نختار Shelf Thickness، بعدها Create Reference Plane نكمل.
ومن create نروح على set reference plane ونختار نبدأ من top to bottom shelf 3 top side okay extrusion وبس من واحدة من الجهات ومن الإليفيشن أتحكم في الارتفاع وأسكر اللوك ونعيد الكل ديفايدرز وفي آخر رف عندنا two dividers في واحد في النص نحتاج نرسم له reference plane نفس الطريقة من ال reference plane create reference plane فتقريبا من هنا لهنا 29 create set بتكون محطوط عندنا صح اوكي من extrusion finish edit mode ونتحكم في الارتفاع من elevation lock نضغط على الكيبورد ZA علشان نشوف النتيجة النهائية وبكذا نكون خلصنا مرحلة الموديلينج للماتيريالز ممكن نحدد الكل لو نبغاها كلها تكون نفس الماتيريال من البروبرتيز من قائمة الماتيريالز نختار ماتيريالز إذا ما طلعت عندنا هنا أي ماتيريال نبغاها نروح لكرييت كرييت نيو ماتيريالز نسميها وود Use render appearance نختار على اوكي نغير الفيجوال ستايل الرياليستيك ولو نبغى نضيفه للبروجكت نختار load into project من هنا وبعدها ممكن نضيف عليه بعض الاكسسوارات وبكذا نكون وصلنا لاخر الفيديو شكرا لكم لمشاهدة الفيديو للاخر اتمنى يكون سهل مفيد تعلمت منه لو شيء بسيط لو عجبك الفيديو لا تنسى تشاركه مع اصحابك تضغط على اللايك والاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولا تنسى تتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي لو عندك أي سؤال أو تعليق يلا تتركه لنا في الكومنت سكشن تحت الفيديو